جابر ابن عبداللہ الانزاری ان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اذک باللہ ہی ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایدینی بالکساء الیمانی فغدینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغدیتہ به وسدت انظر الیہ واذا وجهه یتلا لو کانہ المدر بلیلۃ تمامہ وکما اللہ فما کانت اللہ ساعۃ واذا بولدی الحسن قد اقبلا وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نام النجداء قطاحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداء يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاذنني أن أدخل معا قطاحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد اذنت لقاء فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نام إن جدك وآهاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتاذنني أن نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نام ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاذنني أن نكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وحليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاذنني أن نكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وظلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما أهلكت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الذين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال اللهم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرئك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما أهلكت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مدهية ولا فلك يدور برسالة نجي ما ذكر حبر هاوز في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من جيتنا ومحبينا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتبركوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيما ما ذكر حبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جم من شيعتنا ومحبينا ففيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد.